ببعت سلامات لناس غالين علينا وناس خدمت نادينا رموز نادي الزمالك من الزمان اللي فات. اللي كان عامل كتاب وكباري اريزونا ورد اعلان عن اريزونا لما جالكوا رئيس محترم قوي يحافظ على كيان النادي ادي الزمالك وده اعلان عن اريزونا. لكن الزمالك بتاع زمان كابتن حازم امام قال اللي كان ليك هنا وانا شلت اليافطه بتاعتي. تعالى هات ماما في ايدك او ماما كبيره في ايدك تعالى وريني فين الجنينه. تم التداول انه بعت لك شيك بالمبلغ اللي لم يحدث وما دفعش وحازم بخيل اصلا. طبعا انا مش موافق على الكلام ده. حازم محمد يحيى الحريه يحيى الحريه امام. فاحنا بنتكلم على زملكاوي ابا عن جدي. وبعدين لما انت يا اخ عبد الحليم وانت جاي من الشريعه للدخان انت اللي عمل اسمك عبد الحليم انت مؤمن الاسماء دي اللي انت نسيناها نادي الزمالك. تمام. ايه الفيلم الوهم اللي انت عملته ده وجيت حضرت الاجتماع ونزلت من غير ما تتكلم بتقول لنا والله انا بعتذر. انتوا حاطين صوره مرزباخ او رئيس نادي اليهودي. تخيل مرزباخ اليهودي حاطين صورته. يعني شوف وصلنا السفاله انهم حاطين صوره اليهودي. حسن حلمي نفسه خد جزء من نادي عامله بوتيكات الرمز والتاريخ والجوراء كان بيتلعب فيه عمر كان بيسكروا فيه. خلاص عمره كان رمز ولا ده مش هرم؟ هو اصل ده الهرم المملكة يا ابني اللي كان بيلعبوا فيه قمار. يا ابني دورة مير طلع قرف، الرموز ايه؟ ما تيجي تشوف اللي انا عامله، فالكلام الفارغ اللي بيتقال اصل الرمز والتاريخ، تاريخ مين؟ انا مش عايز اتكلم اكتر من كده، هو نادي الزمالك كان فين قبل كده؟ مش عايز اقول مين اللي كان بيقعد يلعب قمار طول النهار في نادي الزمالك ها وكان بيتقاسم مع اللعيبه في الفلوس. عيب رمز ايه وزفت الطين ايه؟ انا مش عايز اتكلم اكتر من كده عشان لو ممكن اتكلم في ناس مش عايز اتكلم عن واحد مات يعني.